أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان به زكام المسمات بالإنفلونزا ويحتاج إلى الاستنشاق أكثر من 3 مرات، فهل يفعله في وضوئه؟ كيف يحتاج إلى الاستنشاق أكثر من 3 مرات؟ يظهر أنه ما أن الاستنشاق يأثر عليه، ولا يحتاج تخفيف الاستنشاق لئلا يأثر عليه. ما كل واحد اللي يحبه في الإنفلونزا ولا غيره 3 مرات هي الحد الأعلى. نعم. أحسن الله إليك. إن بغى يستنشق من باب التنظيف، كيف لو يستنشق 100 مرة، لكن من باب العبادة والوضوء لا يزيد على 3. نعم.